كغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، تشهد مدينة حلب تصاعد الفلتان الأمني الذي أسفرت أحدث تداعياته عن فقدان مدنيين لحياتهما وإصابة آخرين بجروح جراء انفجار قنبلة داخل سيارة أجرة وسط المدينة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن قنبلة يدوية انفجرت داخل سيارة أجرة بمنطقة العبارة وسط مدينة حلب ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية، وذلك بعد يوم واحد من فقدان مدني حياته وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الصالة الرياضية جنوبية مدينة حمص وسط سوريا. ميدانيا، ما تزال عدة مناطق بأرياف حلب إلى جانب مناطق بريف إدلب مسرحا للتصعيد العسكري بين قوات الحكومة السورية من جهة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية النصرة سابقا من جهة أخرى، حيث جددت قوات الحكومة قصفها المدفعي على عدة مناطق في المحافظتين. القصف استهدف بالمدفعية الثقيلة قريتي كفر تعال وكفر عمي بريف حلب الغربي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وذلك بعد ساعات من مقتل عنصر من القوات الحكومية بريف حلب الغربي إثر استهدافه من قبل عناصر هيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة. وتزامن القصف في حلب مع قصف مماثل طال بلدات الفطيرة وفليفل وسفوه وبينين بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة بين قوات الحكومة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية على محور بلدة آفس جنوبي إدلب. من جهة أخرى، أصيب شاب وامرأة بجروح بليغة جراء تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قبل الجندرمة التركية قرب قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.